السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا بالحلقات السابقة عن مراحل تربية الحمام. اليوم راح نتكلم عن التفريخ بالنسبة للأميات. إذا اشتريتم أميات يا أخوان شهر 6 7 8 9 10 يوقف تفريخ الحمام، خلينا نقول حتى 9 بالنسبة للعراق. هنا نحن يختلف الموضوع لأنه هنا 25/11 نخلي الأميات مع بعض حتى تاخذ 10 ايام الى ان يبيضون، بعدها 18 يوم يفرخون، بعدها 6 ايام الى 10 ايام الحلقات. المهم الوضعيه هنا تختلف، كل بلد يتبع الطريقه اللي تناسبه. لكن يا اخوان في الصيف صعب تفرخ الحمام، لان هذا الحمام مسكين، هذا راح يعطي الافراخ فقط ماء، ما راح يعطيهم فيتامينات ولا يعطيهم بروتينات ولا يعطيهم الأملاح اللي يحتاجها الفرخ، فلهذا لازم توقف، إضافة إلى الحبوب اللي تطلع نتيجة الحشرات. فلازم أنت تخلي في بالك فترة الصيف أنت لازم تنظر للجودة وليس إلى الكمية. ما أكو فايدة أنا عندي 40 طير بس مريضة وتعبانة وضعيفة، بس عندي 10 مستعدة تشارك بأي سباق. المهم اليوم راح نجي إلى هذه الطريقة. الأعشاش لازم تكون بها فتحات من الأسفل. فتحات ليش هذه تكون؟ حتى الحمامة شكو الله يكرمكم الأوساخ اللي تنزل ما تبقى متكدسة وتطلع رطوبة وتولد حشرات وديدان تقرص وتقتل الحمام. فلازم تكون هذه، أو تخلي جواها يسموه بالأردن كانوا يسموه اللبادة، أو ممكن فد وصلة أو فد قطعة تكون مثل هذا الشيء، يعني عبارة عن شعيرات يا وراء مال من الجوز الهند. هذه تحافظ على البيض والافراخ بعدها من تحافظ عليهم، لكن اهم شيء هاي الفتحات يا اخوان مهمه انه تسرب جميع الاوساخ والسوائل اللي تطلع من الحمام. هذا بالنسبه لانه اليوم كتبنا الملاحظات. من يطلع الزاجل الفرخ تخلوه تسجل له تاريخ وضع البيضه وتاريخ تفقيسه وعلامات الام والاب، حلقاتهم وارقامهم. تقبلوا تحياتي، أخوكم أبو عبد الله العراقي من أمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.